شفنا الموسم اللي فات من المسلسل ده ان بريري عملت جماعة كده مكونة من 5 اشخاص، وهم ستيف والفونسو وبيتي وباك وجيسي، وحكت بقى لكل حكايتها من تجربة العودة من الموت ومع دكتور هاب كمان اللي حبسها هي وريناتا وسكوت وهومر وريتشل، وقالت لهم كمان ان الرابط كان بينهم كلهم انهم كلهم عدوا بتجربة الموت والعودة منها، او يعني تجربة القرب من الموت. وقدر وقتها هاب من خلال التعذيب لبريري واللي معاها كلهم انه يكتشف 5 حركات مختلفة المفروض انهم بيفتحوا باب او نفق عشان يعدوا منه لبعد اخر. وبالتالي هاب لما خلص تجاربه رمى بريري بره بيته وعرفها انه هياخد سكوت وريناتا وهومر وريتشل وهيفتحوا نفق يروحوا منه لبعد اخر يعيشوا فيه. وبالتالي بقى علمت بريري الحركات الخمسة دي لستيف وبيتي وجيسي وباك والفونسو بحيث يعني يساعدوها ويفتحوا نفق تعدي منه هي للبعد اللي راح له هاب وهومر والكل بحيث تنقذ صحابها وعرسهم هومر اللي كانت بتحبه. والموسم اللي فات على فكرة انتهى بان في شخص ضرب بريري بالنار، وعرفت بريري ان في اللحظة دي ان دي الطريقة الوحيدة عشان خاطر تتنقل لبعد اخر. طبعا لما كانت بتضرب بالنار كانوا ستيف والكل بيعملوا الحركات الخمسة بتاعتهم بحيث يفتحوا لها نفق يوصلها للبعد الاخر. واخر حاجة شفناها ان بريري بعد ما اتضرب عليها نار اتنقلت لعربية الاسعاف، وما نعرفش بعد كده حصل لها ايه. تمام جدا. قبل بقى ما نكمل في احداث الموسم الجديد، ياريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتعمل تعليق، وضروري جدا في الفيديو ده بالذات تعمل تعليق، ومش عارف الصراحة ضروري ليه اصلا، بس عامة يعني ما نغيرش الموضوع، ياريت تعمل تعليق والتعليق ده يكون فيه قلب ابيض. انا نفسي في قلب ابيض في التعليقات النهاردة. يلا بينا. بيبدأ الموسم الجديد واخر موسم يعني في بعد اخر او عالم اخر غير العالم الاصلي اللي دار فيه احداث الموسم الاول، وبنتعرف حاليا على كريم. وكريم يبقى محقق خاص، بمعنى انه مش بيشتغل مع الشرطة ولكن اي حد ممكن يعينه بحيث يبحث في جريمة او حادثة معينة. والنهاردة بقى بتيجي الكريم ست كده فيتنامية عجوزة اسمها فو. السيدة فو دي بتكون بتتكلم انجليزي كلابي كده، ومش بيفهم كريم خالص منها هي عاوزة ايه بالظبط. فبناء عليه بيروح كريم لصديق لي اسمه دوك، سبق يعني وحارب في فيتنام ويعني بيعرف يتكلم شوية فيتنامي، فبياخده دلوقتي وبيرجعوا للسيدة فو. وبيتكلم بقى دوك مع السيدة فو، فبيعرف منها بقى ان ليها حفيدة اسمها ميشيل، وميشيل دي كانت بتحبها جدا وبتبعت لها فلوس اول باول، وكمان كانت بتكلمها كل يوم. بس من كام يوم ميشيل اختفت واضطرت تبعت فلوس، وكمان محدش يعرف هي راحت في النهاية. فرويدا بيشوف كريم ان القضية دي تافهة، وبيشوف ان السيدة فو دي شكلها مشردة ومش هتديله فلوس، فبالتالي بيرفض يمسك لها القضية. لكن السيدة فو بتعرفه انها معاها فلوس كتير، لان ميشيل كانت بتبعت لها فلوس عبارة عن عملة الكترونية كده، والفلوس اللي بعتتها ميشيل بالعملة دي تساوي تقريبا 31,000 دولار، يعني بكل الطرق هتقدر تديله فلوس. وقتها بيوافق كريم يمسك القضية، وبدون تضيع وقت بياخد دلوقتي السيدة فو وبيروح لزوجين كده فيتناميين المفروض ان ميشيل كانت عايشة عندهم. والزوجين دول عندهم ابن اسمه سن، خليك فاكره شوية صديقي لقدام. المهم ان كريم بقى بيفضل يتكلم مع الزوجين دول عن ميشيل والمكان اللي هي ممكن تكون فيه، لكنهم بيكونوا ما يعرفوش اي حاجة عن مكان ميشيل. وبيلاحظ كريم على فكرة في الوقت ده ان الطفل سن عمال يبص له وكأنه عاوز يقول له حاجة، بس كريم مش بيهتم حاليا. بيخلص دلوقتي كريم كلامه مع الزوجين وبينزل للسيدة فو وبيعرفها حاليا انه ما وصلش الحاجة، لكنه مش هيهدى له بال الا لما يلاقي ميشيل، بيودعها دلوقتي وبيمشي. بعد كده بيدخل كريم لماركت كده يجيب منه شويه حاجات، واثناء ما هو في الماركت بيلمح الطفل سين برضه معدي من قدام المكان، فبسرعه بيروح له كريم وبيقول له انا عارف انك تعرف حاجه عن ميشيل ومش عاوز تقولها، وبيطلب منه يعني يقول له لان ده ممكن يساعده يوصل لميشيل. فبيفكر سين شويه وفي النهايه بيقرر فعلا يقول لكريم. بيطلب من كريم بقى ان هو يجي معاه لمكان كده، فبيوافق كريم وبيروح معاه. بياخدوا سن لبيت مهجور، وبيعرفوا ان ميشيل كانت دايما بتقعد في البيت ده، وكانت بتيجي البيت ده مخصوص عشان تلعب لعبه كده على الموبايل بتاعها هي وشباب كتير من المنطقه. اللعبه دي المفروض انها كانت بتكسب منها فلوس، وكسبت منها ال 31,000 دولار اللي اديتهم لجدتها فو. بعد كده بياخدوا سن لمكان في البيت المفروض يعني ان ميشيل كانت بتنام فيه، فبينام كريم في نفس المكان ده وبيبص فوقيه، فبيلاقي حاجات كتير مكتوبه ومعادلات وحاجات زي كده، وبيقول سين ان دي كانت معادلات وأحجيات اللعبه كانت بتديها لميشيل عشان تحلها. وقتها بيصور كريم كل ده وبيبص جنبه، فبيلاقي موبايل ميشيل، فبياخده وبيطلب من سين يفتحه ويجيب له كمان اللعبه اللي بيقول عليها دي. فبيعمل سين كده فعلا وبيشغل اللعبه، فبيلاقي دلوقتي كريم ان اللعبه عباره عن نفق بتفضل تظهر فيه ابواب ورا بعض. بس قبل ما كريم يفهم اي حاجه فجاه بيجي شاب شكله غريب وبيهجم عليه وبياخد منه التليفون، وبيفضل يقول له اللعبه دي بتاعته ولازم يكسب زي ميشيل وغيرها، وبيفضل بعد كده يلعب على اللعبه لكنه في النهايه بيخسر. فبيعمل ايه؟ بيرمي نفسه حرفيا من الشباك بتاع البيت وبيقع على الارض مكسر خالص. كريم في اللحظه دي اترعب لكنه نزل وطلب الشرطه والاسعاف بحيث يعني يجوا ياخدوه.
بعدها بقى بيعدي كريم الموقف وبيروح لمكان كده في المدينه بيتجمعوا فيه شباب المدينه، وبيسال كريم هناك واحد لو يعرف يعني ميشيل او اي حد في المدينه من اللي بيلعب اللعبه اللي بتكسب فلوس دي. بيقولوا الراجل ان اللعبه دي ملهاش اسم، ولكن يعني الشباب بتوع المدينه هنا بيلعبوها وبيسموها سيمفونيه كيو. وبيعرفوا الراجل ده مكان كده هيلاقي فيه شباب كتير بيلعبوا اللعبه دي، والمكان ده اسمه بيج بلو. فمش بيضيع دلوقتي كريم اي وقت، وبيروح فعلا لبيج بلو، وهناك بقى بيقابل بنت وبيسالها لو تعرف ميشيل. بتقول انها تعرف ميشيل وتعرف لعبه سيمفونيه كيو، وبتعرفوا ان اللعبه دي عباره عن احجيه كل ما بتحلها بيجي لك فلوس، واول اربع او ثلاث مستويات كده لو حلتهم هتاخد 31,000 دولار، ومن بعد المستوى الثالث المفروض ان المستوى الرابع بيكسب الواحد 50,000 دولار، والخامس 1,000,000 دولار وهكذا. وبتعرفوا كمان ان المستوى الرابع المفروض انك بتعمل فيه مهمات في الشارع مش من مكانك في البيت، يعني مهمات على ارض الواقع. وبتعرفوا كمان ان ميشيل المفروض انها بدات في المستوى الرابع، بس من ساعتها محدش يعرف مكانها. بعدها البنت دي بتاخد كريم عند سلم كده، وبتعرفوا ان السلم ده هو بدايه المستوى الرابع. بعد كده بتنزل البنت الكريم اللعبه دي على موبايله، وبتكون اللعبه دي على فكره على المستوى الرابع على طول. في الوقت ده بيشغل كريم اللعبه وبيجي له سؤال، السؤال ده بيكون شيء تحت السماء وفوق الارض يبقى ايه؟ وفجاه بيظهر لكريم محاكاه للمكان اللي هو فيه، بيظهر المكان ده وفيه بعض الحاجات كده زي الطيارات في السماء وحاجات زي كده. وبيشوف كريم على فكره طياره طايره من نوع معين، ولعبه الطياره دي في المحاكاه يعني مش في الواقع. المهم ان كريم بيكون عارف نوع الطياره دي كويس، فبيكتب نوعها وبيطلع فعلا هي دي الاجابه الصح، شيء تحت السماء وفوق الارض طياره. وهنا بقى البنت اللي مع كريم بتعرفه انها قالت له خلاص كده كل حاجه تعرفها، وبتتمنى له التوفيق وانه يلاقي ميشيل، وبتودعه وبتمشي. بعد كده بيروح كريم لجماعه كده اصحابه وبيسالهم عن اللعبه دي ومين ممكن يكون عاملها. فواحده منهم بتعرفه ان اللي ممكن يكون عامل اللعبه دي هو شخص اسمه بيير، لان بيير ده رجل اعمال كبير بيطور برمجيات وكده، والاهم من ده ان هو اللي اخترع العمله الالكترونيه اللي اللعبه دي بتدفع بيها للفائزين، وبالتالي ممكن يكون هو اصلا صاحب اللعبه. في الوقت ده بيشكر كريم صديقته دي وبيمشي، وبيبحث دلوقتي عن بيير، وبيقدر على فكره يعرف بيته. بيبدا يمشي ورا بيير ويراقبه لحظه بلحظه، لحد ما في مره بيلاقي بيير داخل شركه كده، وبيكون كريم عاوز يدخل الشركه دي ويعرف ايه اللي بيحصل فيها بالظبط. فبناء عليه بيعمل نفسه عامل نظافه وبيدخل الشركه، وبيفضل يلف في الشركه لحد ما بيلاقي قاعه كده مقفوله برقم سري. فبيقلق من القاعه دي وبيطلع للسقف وبيبص على القاعه من خلال فتحه هوايه كده في السقف، فبيشوف اغرب مشهد ممكن يشوفه في حياته. كريم بيلاقي مجموعه من الستات نايمين حوالين بعض في دايره، وحاليا بيصحوا من النوم وبيبداوا يحكوا كل اللي حلموا بيه، وبيكون في ناس من الشركه قاعدين معاهم وبيسجلوا كل حاجه. طبعا ما بيكونش كريم فاهم ايه ده، لكن بيقرر يدور في الموضوع اكتر واكتر. على الجانب الاخر بقى صديقي في العالم الاصلي بتاعنا، بنشوف بريري في عربيه الاسعاف لانها اتضربت بالنار زي ما شفنا في نهايه الموسم اللي فات. ومره واحده كده بتبدا تحس بريري بتعب شديد، وهنا بقى بننتقل للعالم الموازي وبنشوف نسخه تانيه من بريري عايشه في العالم ده. بريري بتاعت العالم الموازي ده بقى كانت بتتكلم مع حد دلوقتي، بنعرف بقى من كلامهم انها في العالم ده اسمها نينا، والعلم نينا ده اسم بريري الاصلي لما اتولدت في روسيا، لكنها في العالم الاصلي لما اتنقلت يعني امريكا غيرت اسمها وبقى بريري. بس واضح كده انها في العالم ده ما غيرتهوش لانها ما اضطرتش. المهم ان بريري يعني بتاعت العالم التاني ده بتكون بتكلم دلوقتي حد وبتعرفه انها هتيجي تقابله، ولما بتقفل معاه بتبدا تتعب بشكل مش مفهوم وتقول انها اتضربت بالنار، مع ان ده ما حصلش في العالم التاني ده خالص. المهم انها بتقع مغمى عليها وبيجوا الاسعاف وبياخدوها وبيودوها للمستشفى. وفي المستشفى بقى بتصحى بريري، ولكن دي ما بتكونش بريري بتاعت العالم التاني، لا دي بتكون بريري بتاعت العالم الاصلي، ولكن اتنقلت دلوقتي لجسم بريري دي بتاعت العالم التاني. ايوه صديقي، هي بالشكل ده كده عبرت من عالمها الاصلي للعالم التاني اللي احنا فيه حاليا. المهم حاليا بقى جم الدكاتره لبريري وكلموها وقالوا لها وقتها يا نينا، فاستغربت بريري وما كانتش تعرف مين نينا دي، لكنها بشويه تفكير ادركت انها عبرت للعالم التاني وانها دلوقتي في العالم التاني، وفي العالم ده فضلت باسمها اللي هو نينا عادي خالص. المهم بقى ان بريري فرحت جدا انها في العالم ده، وسالت الدكاتره عن هومر، لكن يعني ما حدش كان يعرف حد بالاسم ده، وبالتالي بيسيبوها دلوقتي وبيمشوا. بعد كده بيجوا الدكاتره ليها وبيعرفوها ان خطيبها جه واللي اسمه يعني بير، فبتقول لهم بريري يعني انها ما تعرفش حد اسمه بير، وبتدرك دلوقتي ان ده يعني خطيب نسختها في العالم ده. وايوه ده نفسه بير اللي كريم بيدور عليها صديقي لو تفتكر. المهم يعني ان بريري بترفض تقابله. بعد كده بتجي لها حاليا دكتوره نفسيه بتاعتها وبتقول لها انها كانت بتسال على واحده كده اسمها نانسي، وبالتالي هم خلوا نانسي دي تكلمها فيديو. والعلم نانسي اللي بريري سالت عليها دي هي نانسي امها بالتبني في العالم الاصلي. بس يعني لما بريري بتكلم حاليا نانسي بتاعت العالم ده بتكون نانسي بتعرفهاش خالص، لان في العالم ده نانسي ما تبنتش بريري نهائيا. عموما يعني بتنهي بريري الكلام معاها لانها فهمت كل حاجه.
بعدها الدكتورة النفسية اللي بتشرف على حالة بريري بتعرفها ان المستشفى امروا انها تقعد في المستشفى هنا 14 يوم كمان بحيث يتم الكشف على قواها العقلية. بس الطبيبة دي عرفت بريري انها عندها مستشفى نفسية وممكن يعني تاخدها ليها تقعد معاها 14 يوم دول وهتكون يعني احلى من المستشفى اللي هي فيها دي بكتير. فبتوافق بريري فعلا وعطول بيروحوا بيت بريري في العالم ده، واللي على فكرة بيكون بيت فخم جدا وده بيبهر بريري. وتلاقي على فكرة بريري في البيت ده صور ليها او لنسختها في العالم ده مع ابوها وهو عجوز، فبتعرف كده انها في العالم ده عاشت مع ابوها لحد ما عجز وماتش وهي طفلة زي العالم الاصلي. المهم يعني بتسأل بقى الدكتورة عن ابوها، فبتقول لها الدكتورة انه مات للأسف. فبتزعل بريري جدا لانه واضح ان مش مكتوب عليها تعيش مع ابوها في اي عالم. في كل الاحوال بتاخد بريري من البيت هنا لبسها وبتروح المستشفى النفسية بتاعت الدكتورة دي، وبعد شوية بقى بيجي لها دكتور يشرف على حالتها وبيكون الدكتور ده هو هومر. فبتفرح بريري وبتعرف بقى ان هومر والكل اتنقلوا للعالم ده، بس بتكون بريري مستغربة ان هومر حاليا مش محبوس عند هاب بل دكتور. بس بتنسى دلوقتي كل ده وبتحاول تتكلم مع هومر وتفكره بنفسها لكنه ما بيكونش عارفها نهائيا. فبتعرف دلوقتي بريري في اللحظة دي ان هومر اللي قدامها ده نسخة تانية من هومر اللي هي تعرفه. المهم يعني هومر حاليا طلب من بريري تيجي معاه تقابل الدكتور مدير المستشفى لانه عاوزها. واثناء ما كانت بريري ماشيه مع هومر بتعدي على اوض المرضى التانيين واللي بيكونوا ريناتا وسكوت وكمان ريتشل، وبيكونوا بيبصوا دلوقتي لبريري جدا وكانهم يعرفوها. وهنا بنفهم ان غالبا المرضى دول هم سكوت وريناتا وريتشل اللي بريري اصلا تعرفهم واللي اتحبسوا معاها عند هاب قبل كده، وهاب جه بيهم للعالم ده او للبعد ده وحبسهم هنا. وعلى ذكر بقى هاب، فبيوصل هومر بريري عند الدكتور مدير المستشفى واللي بيكون هاب. وحاليا بيتكلم هاب مع بريري وبيقول لها ازيك يا نينا، لكن بريري بتكون بتبص له بعصبيه جدا. فبيضحك هاب وبيقول لها انت مش نينا بتاعت العالم ده، انت بريري اللي حبستك في العالم الاصلي وجايه ورايا لهنا صح. في اللحظه دي فهمت بريري ان هاب بتاع العالم بتاعها اللي عذبها بعد ما عذبها خد كل اصحابها وهرب للعالم ده، يعني ده مش نسخه ثانيه غير اللي تعرفه، لا ده هو ده هاب الاصلي. وده اللي بيجنن دلوقتي بريري ومش بتصدق انها هتكون سجنته مره ثانيه، فعطول بتهجم على هاب. وقبل ما اقول لك يا صديقي بريري عملت ايه بعد كده، تعالى دقيقتين بس معلش هنروح نبص بص على كريم. بنشوف ان كريم حاليا لسه قاعد قدام شركه بيير اللي قدر يكتشفها دي وصور الناس اللي فيها من شويه. فالمهم يعني ان كريم وهو قاعد شويه كده بيلاقي بنات كتير خارجين من الشركه، ودول بيكونوا نفس البنات اللي كريم شافهم في الشركه نايمين ولما بيصحوا من النوم بيحكوا احلامهم لو تفتكر. المهم يعني ان كريم بيمشي ورا بنتين من البنات دول لحد ما بيوصلوا للحانة كده، فبيدخلوا للحانة وراهم وبيحاول يتكلم معاهم عن اختفاء ميشيل، لكن في واحدة من البنتين دول مش بتكون عاوزة تتكلم مع كريم بحيث يعني ما تخسرش شغلها في شركة بير. أما بقى البنت التانية فبتوقف تتكلم مع كريم وبتطلب منه بس يعني إنهم يبعدوا عن المكان هنا بحيث تقدر تتكلم معاه براحتها. فبيوافق كريم فعلا وبياخد البنت دي وبيمشوا بعيد شوية وبيتكلموا بعد كده سوا، وبيسألها كريم لو تعرف ميشيل اللي اختفت من أسبوعين دي، وبيوري دلوقتي صورة ميشيل للبنت دي لكن البنت مش بتكون عارفاها كويس. بس البنت دي بتقول بعد كده لكريم ان في دكتوره كده كانت قاعده على كرسي بعجل انها مشلوله، الدكتوره دي كان اسمها مارلو، ومفروض يعني ان مارلو دي كانت بتقعد تسمع الاحلام منهم وكانت بتحلل الاحلام بتاعتهم كويس وبتهتم ببعض الاحلام، وبعض الاحلام ما كانتش بتهتم بيها اصلا. وبتعرفوا البنت دي ان الدكتور مارلو اختفت من اسبوعين بالظبط في وقت اختفاء ميشيل، وانه بقى لو عاوز يعرف اي حاجه عن ميشيل يبقى لازم يوصل للدكتوره دي. في اللحظه دي بيستغرب كريم لكنه بيوافق على كلامها وبيشكرها وبيمشي. بعدها بقى بيتصل كريم ببنت كده صديقته اسمها مو، وبيطلب من مو يعني انها تبحث له عن مكان الدكتوره مارلو، لان صديقي بالمناسبه مو اصلا بتشتغل كهكر وعندها خبره كبيره في البحث والتتبع، فبتوافق يعني مو وبتتفق معاه على كده. بعدها بيروح كريم لاسم الشرطه بحيث ياخدوا هناك اقواله بخصوص الشاب اللي رمى نفسه من البيت، وبيستغل كريم هناك انه في الاسم يعني، وبيسال الضابط اللي هناك هل بحث في موضوع ميشيل ودخولها للبيت المهجور. فبيفاجئ الضابط كريم ان الكاميرات ما جابتش ميشيل وهي داخله البيت نهائيا، ولا حتى جابت الشاب اللي سبق ودخل البيت، الكاميرات جابته بس وهو بيرمي نفسه مش اكتر من كده. طبعا بيستغرب كريم ومش بيفهم ازاي ممكن حاجه زي كده تحصل، لكنه بيقرر انه لازم يفهم الموضوع ده كويس لانه باينه كبير. المهم في نفس اليوم ده بالليل بيكون كريم في بيته وبتجيله مو وبتعرفه انها قدرت تعرف بيت دكتور مارلو، فبيفرح كريم وبياخد بعضه دلوقتي وبيروح لدكتور مو. وبيطلب دلوقتي كريم منها يتكلم معاها شويه بخصوص ميشيل واللعبه والبنات اللي بيحلموا في الشركه وكل الكلام ده، لكن دكتوره مارلو بترفض لانها مش عاوزه يعني مشاكل. فبيعرفها كريم انه مش هيعمل لها اي مشاكل ولا حد هيعرف نهائيا انهم اتقابلوا اصلا، ولكن عاوز بس يعرف ايه اللي بيحصل بالظبط عشان يلاقي ميشيل. في الوقت ده بتحس دكتور مارلو ان كريم صادق، فبناء عليه بتقرر تحكي له كل اللي تعرفه. دكتوره مارلو عرفت كريم ان زمان وقبل ظهور النازيه في المانيا كان في مجموعة من الألمان بيحلموا أحلام مرتبطة بالنازية زي شكل الرمز بتاعهم وشكل لبس النازيين وحاجات شبه كده،
بعد تقريبا 20 سنة من الأحلام دي، الأحلام دي اتحققت فعلا والحزب النازي ظهر ومحدش يعرف سبب حاجة زي دي أصلا. بس في علماء كتير بيرجحوا إن في عوالم موازية في الكون بتاعنا، وغالبا نسختك من العالم الموازية شافت النازيين في العالم بتاعهم لأنهم كانوا ظهروا هناك في العالم بتاعهم قبل ما يظهروا في العالم هنا. فبناء عليه في العالم بتاعك في الواقع اللي انت بتعيش فيه بدأت تحلم بذكريات نسختك اللي في العالم الموازي. وبتعرف مارلو كريم ان الفكره دي مجننه بير جدا، فبالتالي بير قرر ان هو يجيب ناس كتير ويخليهم يحلموا، ودور دكتوره مارلو بقى انها تحلل احلامهم دي بحيث يشوفوا لو في نمط ثابت في احلامهم كلهم ولا لا، زي يعني موضوع الالمان. وفي الاول الموضوع على فكره كان صعب جدا وكانت احلام كلها عشوائيه تماما، بس مره على مره في نمط في الاحلام بدا يظهر، وفي اكتر من 2000 شخص من اللي خضعوا للتجربه دي كانوا بيحلموا بحاجه واحده بس، وهو البيت المهجور اللي كريم كان فيه. وبناء عليه بير عمل اللعبه اللي كانت ميشيل بتلعبها دي عشان يجذب ميشيل وغيرها للبيت ده، وفعلا في ناس كتير انجذبوا للبيت ده بسبب اللعبه. وبعد كده الناس دول لسبب مش مفهوم اختفوا، ومش بس اختفوا، ده في جزء منهم بقى مجنون او حصلت له حاجات غريبه جدا. وعند النقطه دي دكتور مارلو سابت الشغل خالص، وما تعرفش اي حاجه اكتر من كده ولا تعرف اي حاجه من بعد الموضوع ده. في الوقت ده بيشكر كريم مارلو على كل المعلومات دي ويودعها وبيمشي. بيروح دلوقتي كريم لبيته وبيستنى من هناك مو تكلمه، وفعلا بتكلمه مو بعد شويه، وبتعرفه انها قدرت تعرف مين صاحبه البيت، وهي شخص كده اسمه نينا، وركز يا صديقي دي بريري ولكن نسخه العالم ده خلي بالك. وبتعرفه مو كمان ان بريري دي حاليا في المستشفى النفسيه، فبيستغرب كريم وبيقرر ان هو يبحث وراها اكتر واكتر. عايزك بريري بقى، فبنشوف انها بعد ما هاجمت هاب جت تاني يوم وقعدت معاه، وبدا هاب ان هو يتكلم معاها وعرفها انه بعد ما مشاها من البيت اللي كان خاطفها فيه مع هومر وسكوت وريناتا وريتشل، قرر يعني انه ياخدهم كلهم ويسافروا لعالم موازي او لبعد اخر. وبالفعل بدا هابو بعد كده هو والكل يعملوا حركاتهم وكلهم اتنقلوا لنفس العالم الموازي واللي هو العالم اللي هم فيه ده. واول ما اتنقلوا بقى لقيوا الكل نفسهم في جلسه نفسيه، وكان المفروض في الجلسه دي دكتور هاب بتاع العالم ده مع هومر اللي هو في العالم ده طبيب نفسي كانوا بيعالجوا نسخ سكوت وريناتا وريتشل بتوع العالم ده. وطبعا هم اتنقلوا الاجسام النسخ بتاعتهم في العالم هنا. اول ما اتنقلوا بقى هجم سكوت على هاب بحيث يقتله، لكن ده ما حصلش لان هومر دافع عن هاب. وهنا بقى عرفوا الكل ان هومر ما اتنقلش زيهم جوه نسخته بتاعت العالم ده، بل هومر بتاع العالم ده فضل زي ما هو، وعشان كده دافع عن هاب لانه في العالم ده بيشتغل معاه كطبيب وهاب عباره عن مدير. وعرفها هاب كمان انه ما يعرفش بالظبط ليه هومر بالذات دون عن كل الناس ما اتنقلش زيهم وجه هنا، وبيطلب منها بقى ان هي تساعده بحيث يقدروا يفهموا النقطه دي. لكن بريري يا صديقي مش بتهتم بكل الكلام ده، وبتقول بس الهاب يعني هومر بتاع العالم بتاعنا اللي انا اعرفه راح فين؟ فيقول لها هاب انه غالبا مات في العالم بتاعهم اصلا وما قدرش يتنقل معاهم. طبعا ده بيعصب بريري جدا، فبتتخانق مع هاب فبيرجعها هاب لغرفتها من جديد. تاني يوم بقى بتخرج بريري تحضر جلسه نفسيه كده مع هومر، وبتكون بريري واثقه جدا ان اللي قدامها ده هو هومر بتاع عالمها، وبتحاول تفكره بنفسها لكنه يعني مش بيفتكر نهائيا، فبتتعصب دلوقتي بريري وبتمشي. بعد شويه بتقعد بريري مع باقي المرضى واللي هم ريناتا وريتشل وسكوت، وبتكتشف بريري ان ريتشل ما بقتش تتكلم لانها لما اتنقلت للعالم الموازي هنا حصل لها زي صدمه كده وما بقتش قادره تتكلم. وبتلاقي كمان بريري ان ريناتا حاليا فاكره نفسها مجنونه وانها من العالم ده مش من عالم موازي ولا حاجه، لان هاب قدر يقنعها بالكلام ده. المهم يعني ان بريري مش بيفرق معاها كل ده، وبتسال سكوت هو هاب بيعمل ايه هنا. بيعرف سكوت ان هاب بيعمل تجارب غريبه وانه بيخلي ريتشل تساعده في تجاربه دي لانها مش بتتكلم فمش تقدر تفضحه. فهي بتسال بريري ريتشل ايه التجارب دي بالظبط، فبتحاول تفهم بريري بالطريقه كده ومن غير كلام كتير ايه التجارب دي بالظبط. واللي بتفهمه بريري يعني من كل ده ان هاب بيحاول يصنع خريطه للعوالم الموازيه او انماط الابعاد المختلفه للكون، بس بيعمل كده ازاي مش بتقدر بريري تفهم كويس الموضوع، وبتفضل بقى ريتشل تحاول تفهمها بس بتفشل. وبيجي بعد كده هاب في الوقت ده وبيعرف ان ريتشل هتفضحه، فبسرعة بيروح لريتشل والكل وبيرجعهم وضعهم. وبتفضل في الوقت ده بريري تقول لهومر ان هاب ده مش هاب اللي هو يعرفه، وانه شخص مجرم من عالم موازي وعشان كده مش عايزه يكشفه. ويبان كده على فكرة ان هومر يا صديقي شوية بدأ يصدق بريري وبيشك كمان في هاب، بس يعني ده مش موضوعنا دلوقتي. مهم فعلا ان في نفس اليوم ده بالليل بنشوف ان هاب بياخد ريتشل وبيروحوا يستلموا جثة الشاب اللي رمى نفسه من البيت المهجور. وبنعرف ان هاب بيشتغل مع بير، والمفروض يعني ان الشباب اللي بيروحوا للبيت وبيختفوا هما في الحقيقه بيجوا لهاب هنا عشان يعمل عليهم تجارب وبس. بيفضل دلوقتي الشاب ده يقول انه شاف 47 نسخه من نفسه في البيت، وهنا بنفهم انه غالبا شاف النسخ دي من ابعاد مختلفه. المهم يعني ان هاب بياخد الشاب ده هو وريتشل وبيفضل يعمل شويه تجارب على الشاب ده. بعدها بيدخله في اوضه كده سريه، الاوضه دي ريتشل نفسها مش بتدخلها رغم ان هاب بيخليها تساعده.
لكن على فكره النهارده بتقرر ريتشل ان هي تدخل الاوضه دي، وفعلا بتدخلها بتشوف حاجه كده بتصدمها جدا، بس للاسف مش بنعرف دلوقتي هي شافت ايه. وبيجهب على فكره وبيخرجها من الاوضه، بس ريتشل بتكون هتتجنن من كل اللي شافته ده، فعلى طول بتجيب سكينه وبتقطع الهاب، فبسرعه بيزقها هاب لبعيد، فبتقع ريتشل وبيبدا الدم يخرج من راسها وبتموت. وفي اللحظه دي على فكره اللي بتموت فيها ريتشل بننتقل للعالم الاصلي، وبنشوف باك في البيت، والعين بتكون باك سايبه باب البيت مفتوح زي ما بريري كانت بتطلب منهم زمان في الموسم الاول. المهم اننا حاليا بنلاقي ان ام باك بتنده لها باسم ميشيل، وبنعرف هنا ان باك هي نسخه ميشيل اللي مختفيه في العالم الثاني. المهم يعني ان حاليا بتحصل حاجه غريبه جدا عند باك، وبنشوف ان صورتها بتتهز في المرايه للحظات كده، وما نعرفش ده معناه ايه، ولكن في الغالب كل ده ليه علاقه بريتشل، وغالبا ريتشل بتحاول توصل رساله لباك. المهم دلوقتي بقى بنستمر في العالم الاصلي، وبنعرف يا صديقي ان العالم الاصلي وبالنسبه لكل الموجودين فيه بريري ماتت، ومحدش يعرف على فكره ان اصلا روحها اتنقلت للعالم الثاني، وده يفهمنا ان اي حد لما بيتنقل من عالم للاخر هو بيتنقل بروحه بس جوه نسخته اللي في العالم الثاني، اما جسمه فبيموت في العالم الاصلي زي ما حصل مع بريري. مهم يعني بعد بقى ما بينتهي عذاب بريري، بنشوف ان ستيف بيجمع باك وجيسي والفونسو في بيت صديقته انجي لو تفتكرها من الموسم اللي فات، وبتكلم دلوقتي ستيف حاليا مع الكل وبيعرفهم انه متاكد ان بريري اتنقلت للعالم الثاني وما ماتتش ولا حاجه، وبيكون ستيف عاوز يعني انهم يتعاونوا سوا ويعملوا الحركات اللي هتفتح لهم نفق للعالم الثاني عشان يسافروا له ويوصلوا لبريري. بس الكل يا صديقي بيكونوا شايفين ان ستيف مجنون اصلا، وان بريري ماتت وما اتنقلتش للعالم الثاني ولا اي حاجه، وده بيعصب ستيف جدا لدرجه انه بيتخانق دلوقتي هو والفونسو، بس انجي بتفك بينهم وبيمشي دلوقتي الفونسو وباك وجيسي والكل، وبيلاقي ستيف نفسه لوحده ومش بيعرف دلوقتي يعمل ايه عشان خاطر يروح لبريري في العالم الثاني. فبنسيب دلوقتي ستيف حاليا وبنروح لباك، بنشوف ان باك كانت قاعده دلوقتي في اوضتها عادي، وفجاه بتلاقي ريتشل ظهرت لها في المرايه، وبتبدا ريتشل تغني لها نغمه غريبه كده ومبتكونش باك فاهماها خالص. تاني يوم بتروح باك وبتقابل ستيف وبتعرفه انها شافت شبح ريتشل في المرايه، وحاسه ان ريتشل بتوصل لها رساله، فبعدها بيفرح ستيف لانه بيحس انه صح، وبياخد دلوقتي باك وبيجيبوا جيسي والفونسو وبيعرفهم كل ده، بتقول لهم دلوقتي باك انها ممكن تاخدهم للبيت بتاعها وتوري لهم ريتشل في المرايه، لان ريتشل اكيد هتظهر في المرايه تاني في الليل. بيوافقوا الكل على كلامها وبيروحوا دلوقتي البيت باك بحيث يعني يستنوا الليل ويشوفوا ريتشل في المرايه، لكنهم لما بيروحوا للبيت بتاع باك مش بيلاقوا المرايه، لان اصلا ام باك بعت المرايه لمحل كده، لان اصلا باك وعيلتها بيعزلوا خلاص من المدينه، فيعني بيبيعوا حاجات كتير جدا من العفش. المهم يعني ان ستيف وباك وجيسي والفونسو ومعهم انجي بيروحوا سوا للمحل اللي المفروض ام باك بعت له هناك المرايه، وبيقابلوا العامل اللي هناك واللي بيعرفهم انه باع المرايه هو التاني اللي معرض في مدينه تانيه، فبيضايقوا الكل وبيقرروا برضه يروحوا المعرض ده يجيبوا المرايه. بس قبل يعني ما يروحوا لاي حد، اتكلم جيسي مع باك وقال لها هي ريتشل كانت بتغني في المرايه وبتقول ايه، فبتبدا بقى باك تفتكر النغمه اللي كانت بتغنيها ريتشل، ولما بتترجم النغمه دي بتلاقيها بتكون اسم الا وهو بيتي، ويعرفوا بقى الكل ان دي كانت رساله لبيتي، فبالتالي بيروحوا الكل حاليا لبيتي وبيعرفوها كل ده، فبتصدقهم بيتي وبتاخدهم دلوقتي وبيروحوا المعرض اللي اتباعت فيه المرايه وبياخدوا المرايه من هناك. بعدها بيروحوا يقعدوا في كنيسه كده لحد الليل بحيث يشوفوا هل ريتشل هتظهر في المرايه تاني ولا لا، لكن ريتشل يا صديقي مش بتظهر، بس الكل مش بييأسوا برضه وبياخدوا المرايه وبيروحوا لعالمه روحانيه كده اسمها ليلي. ليلي دي بقى لما بيحكوا لها الحكايه بتاعتهم كلها بتقول لهم ان ريتشل دي ممكن تكون مش في بعد او عالم تاني، بل ممكن تكون ميته وعاوزه توصل لكم رساله مش اكتر من كده. وبتبدا بقى ليلي تعمل لهم جلسه روحانيه كده بحيث يستدعوا ريتشل، واثناء ما كانت الجلسه دي شغاله فجاه بيلاقوا الكل ان التلفزيون اللي عند ليلي اشتغل وبدا يعرض مشاهد مختلفه، فيعرفوا الكل ان دي رساله من ريتشل، فبيروحوا لعند التلفزيون وبيبداوا يركزوا على المشاهد الغريبه اللي بتتعرض، وفي كل مشهد كان بيتقال كلمه معينه كده، فلما بيجمعوا الكلمات دي بيلاقوها بتقول ان التنقل لعالم اخر امام بالنسبه لبيتي بس، وانها تقدر تنتقل لو دخلت جوه المرايه. في الوقت ده بتعرف بيتي ان قصدهم بالمرايه هنا هو التلفزيون ده، فبتروح للتلفزيون وبتلمسه ومش بنعرف حصل ايه. على الناحيه التانيه بقى في العالم التاني بنشوف بريري وهي قاعده مع هومر في جلسه علاج، وبتحكي له دلوقتي على حلم غريب بتحلم بيه اليومين دول، والحلم ده ان في طفله بتاخدها عند تابوت كده، في واحده بتحاول تخبط على التابوت عشان تخرج. طبعا مش بتكون بريري فاهمه ايه الحلم ده. بعدها بتسال بريري هومر عن ريتشل اختفت ليه بالظبط، فبيقولها هومر ان الدكتور هاب نقلها لمستشفى تانيه، لكن بريري بتعرفه ان دكتور هاب اكيد قتلها، وبتطلب منه يعني يبحث في الحوار ده وهيصدقها، فبيوافق هومر فعلا على كلامها وبيقرر يدور في الموضوع. وعلى فكره على الجانب الاخر بنشوف ان دكتور هاب معاه جثه ريتشل وبيتخلص منها. المهم يعني بنرجع لهومر وبريري وبنشوف ان كريم بيوصل للمستشفى عندهم وبيطلب يقابل بريري، فعلا بقى بتروح بريري تقابله، وبيدخل كريم في الموضوع على طول وبيقولها انها بتملك بيت غريب كده
الناس بيظهروا فيه فجأة ومحدش يعرف بيدخلوه ازاي، وبيعرفها ان في لعبة مصممها بيير مخصوص، واللعبة دي بتوصل الناس للبيت بتاعك في النهاية، وان البيت ده فيه سر غريب لازم يفهمه. وبيطلب كريم من بيير تقوله على المدخل السري للبيت، لكن بيير بتعرفه انها مش هتقوله حاجة لما يهربوا من هنا الاول. فبقى فعلا كريم، ولان بيير اصلا ما تعرفش اي حاجة عن البيت ده نهائيا، لان البيت ده يخص نينا نسختها اللي موجودة في العالم هنا، واللي هي جات هنا وخدت مكانها، فطبعا يعني ما تعرفش اي حاجة عن حياتها هنا، لكنها قالت كده لكريم بحيث يهربها. المهم بقى ان كريم بياخدها فعلا وبيهربوا سوا من المستشفى. بعدها بيقعد كريم مع بريري على كافيه كده، وفي الكافيه ده بتقول بريري لكريم انها فاقدة الذاكرة ومش عارفة هتساعده ازاي. وطبعا بتقول له انها فاقدة للذاكرة لانها مش هتعرف تقول له انها من عالم تاني، اكيد هيفتكرها مجنونة. المهم ان كريم بيقولها ان كل اللي هو عاوزه يبحثوا عن ميشيل ويعرفوا اختفت ليه، وبيقولها انه لما بحث ورا ميشيل وصل لمجموعه حاجات كده زي اللعبه اللي كانت بتلعبها قبل ما تختفي، وزي شركه بيير الغريبه دي وحاجات تانية كتير جدا. وبيديها دلوقتي تليفون تتفرج على الصور اللي جمعها، يمكن تقدر توصل لحاجه او تفتكر حاجه. فعلا بتاخد منه بيير التليفون وبتبدا تتفرج على الصور لحد ما بتظهر قدامها صوره ميشيل، فبتعرف كريم انها تعرف ميشيل دي ولكن باسم باك. تبدا بقى بيير تحس كده ان كل حاجه بتحصل هنا ليها علاقه بالناس اللي هي اختارتهم في العالم بتاعها عشان يسافروها هنا، واللي منهم ميشيل. وبتكون بيير على فكره عاوز تفهم اكتر هي بيير بتاعت العالم ده كانت بتعمل ايه بالظبط، وايه علاقتها بميشيل او باك بتاع العالم التاني. وعشان بيير بقى تفهم كل ده، فبتاخد دلوقتي كريم وبيروحوا سوا لبيتها، او يعني بيت نسختها بتاع العالم ده. ولما بتدخل بيير للبيت بتلاقي هي وكريم خزنه سريه، فيفتحوا الخزنه دي بيلاقوا فيها مجموعه من شرايط التسجيل، بيشغلوا شريط منهم فبيلاقوه بصوت بريري بتاعت العالم ده، وهي بتحكي احلام غريبه حلمت بيها زي ما كان بيحصل في شركه بيير بالظبط. بس مش ده المهم، المهم فعلا بقى انهم بيلاقوا ورقه مكتوب عليها اسم حد، فبيجيبوا اسم الحد ده على موبايل بريري بتاع العالم التاني، وبيتصلوا من التليفون على الرقم ده، فبيرد عليهم شخص اسمه فيكتور. بيتكلم دلوقتي مع بريري على اساس انها بريري اللي يعرفها بتاعت العالم ده، وبيقول لها دلوقتي انه مجهز عرض ولازم تيجي تحضره، وان السواق بعد شويه هيعدي عليها ياخدها عشان خاطر يجيبها لغايه عنده. فبتوافق فعلا بريري، وبعد شويه بيجي السواق وبياخدها هي وكريم وبيوصلها عند محل ملابس. فبيدخلوا محل الملابس ده وبيلاقوا طريق سري، فبيمشوا فيه لحد ما بيوصلوا عند كازينو كده شكله غريب. وبيجي حاليا لبريري شخص اسمه فيكتور، وده اللي كلمته بريري، وبيقول لها دلوقتي ان الناس جاهزه للعرض. فبيسيبها كريم تروح مع فيكتور، وبيقرر كريم ان هو يلف شويه في المكان بحيث يفهم اكتر ايه المكان ده، لحد ما بيوصل كريم عند غرفة كنترول كده فيها موظف شغال، وبيكون الموظف ده شغال على تظبيط الإضاءة في عرض كده، وده على فكرة العرض اللي كان فيكتور بيقول لبريري عليه. المهم يعني هنا بنشوف إن فيكتور بياخد بريري لكرسي كده وبيربطها فيه، وبعد شوية بتتفتح ستارة، فبتلاقي بريري نفسها على مسرح وقدامها ناس كتير جدا جايين يتفرجوا على العرض بتاعها. بيكون كريم في غرفة الكنترول وشايف كل ده ومش فاهم حاجة، بس المهم يعني انهم حاليا بيطلعوا على بريري اخطبوط، والاخطبوط ده بيوصل نفسه لبريري وبيقولها في دماغها كلام هي بس اللي بتقدر تفهمه، وبيقولها بقى الاخطبوط ده ان يبقى ملك ويعرفها كويس قوي، او يعرف يعني نسختها اللي في العالم ده واللي هي بتقدر تتواصل معاه، ودايما بتعمل عروض كده للناس زي دلوقتي. وبيقولها الملك انه عارف انها مش بريري بتاعت العالم ده لكنها بريري الاصليه، ومبسوط ان هو تواصل معاها. وبيقولها يعني انه المفروض يعني لما كان بيتواصل مع بريري بتاعت العالم ده كان بيقول لها دايما حاجات كده تحكيها للناس اللي بتحضر العرض، ولكن يعني بيعرفها دلوقتي انه بقى عاوز يعمل معاها تجربه جديده بما انها بريري الاصليه، والتجربه دي انه يقتلها لمده 37 ثانيه وهتقدر تشوف فيها حاجات كتير جدا. بيقول لها كمان انها ما تخافش من الموت لانها اصلا دايما بتبعت اخوها لاي عالم بتسافره بحيث ينقذها. طبعا بريري ما بتكونش فاهمه اي حاجه ومين اخوها ده، لكنها مش بتعلق، بيسال الاخطبوط هل يقتلها بحيث يعني تشوف اللي عايز يوريه لها ده، فبتوقف بريري. بالفعل بيقتلها الاخطبوط، وفي الوقت ده بتشوف بريري نفسها في طياره، وبتكون الطياره دي هتقع، وبتشوف نفسها بتروح لشخص كده وبتلمسه، وقبل ما تشوف وشه هوب بترجع للحياه، لان كريم اصلا قتل الاخطبوط او الملك ده يعني وفكها، وعمال دلوقتي يحاول يفوقها لحد ما فقت. وحاليا وقبل ما كريم يقول لها اي حاجه بتوصل الشرطه للمكان، فبياخدها كريم وبيهربوا. وبيقول لها دلوقتي كريم انه كان في غرفه الكاميرات وشاف الكاميرات انه وقت اتصالها هي والاخطبوط او الملك ده، فجأة ظهر كده في مكان ما في الكازينو باب شبه الباب اللي كان موجود في اللعبة بتاعت بيير، وبيعرف انهم كده لازم يدخلوا الباب ده بحيث يفهموا كل حاجة. فبتوافق بريري على كلامه، وبتكون بريري مبسوطة من كريم وشكة ان هو ده اخوها اللي كان الاخطبوط بيقول عليه لانه يعني انقذها من الموت. المهم ان بريري مش بتقول له حاجة حاليا، وبيروحوا بس عند الباب وبيدخلوه، وقدامها نشوف وصلوا لفين. على الناحية التانية بقى بنشوف ان دكتور هاب بيروح دايما لحمام سباحة كده وبيغطس فيه عشان يعني يعالج مشكلة كده في ودنه،
ان ودنه فيها مشكله وبيسمع اصوات غريبه من ساعه ما اتنقل ما بين العوالم، ودايما بيحب على فكره يغطس كده لان الموضوع ده بيريحه وبيخليه في شبه سكينه. المهم بقى ان حاليا في ست كده بتيجي الهب بعد ما بيطلع من حمام السباحه، وبتعرفه ان اسمها اللودي وانها عارفه هو كان بيغطس ليه بالظبط، انه مسافر بين العوالم وهي زيه على فكره وعندها مشكله في ودنها زيه بالظبط. وبتعرفه اللودي انها ما سافرتش ما بين العالم لعالم تاني وبس كده، لا دي حرفيا سافرت بين عوالم كتير جدا ومختلفه. وهي بيشوفها بانها لودي فريده حرفيا، فبيقرر ان هو يقرب لها لانها هتفيده جدا، انه عاوز يرسم خريطه للابعاد او العوالم الموازيه زي ما قلنا، وبالتالي اللودي هتفيده. المهم يعني حاليا بقى بتيجي مكالمه لهاب من هومر وبيعرفوا ان بريري هربت، فبيتعصب هاب جدا على هومر وبيامره ان هو يدور عليها ويكلم الشرطه ويعمل كل حاجه لحد ما يلاقيها. فبيوافق فعلا هومر وبيطلب منه كمان هاب يعني انه يحقق مع سكوت ويعرف من سكوت بالظبط كل حاجه عن السفر بين العوالم، ان هاب طبعا عاوز يدرس الموضوع اكتر بعد كلام اللودي. فبيوافق فعلا هومر وبيروح دلوقتي لسكوت وبيطلب منه يحكي له عن تجربته للسفر بين العوالم، وبيكون كمان بيسجل له من غير يعني ما سكوت يعرف. اما بقى هاب فبيقضي اليوم مع إلودي وبيحاول يتعرف عليها اكتر، وبتاخده على فكره إلودي لمسرح كده يسمعه واحده بتغني. وفي الاثناء دي اتكلمت إلودي مع هاب وعرفته ان لو في حد بيسافر بين العوالم ووصل لعالم معين على امل انه يلاقي حد كان بيدور عليه في العالم بتاعه فغالبا هيلاقيه. الوحده بيتصدم هاب وبيعرف ان اكيد هومر سافر للعالم ده لان بريري جت تدور عليه هنا، وده معناه ان هومر اللي موجود هنا هو غالبا هومر بتاع العالم الاصلي بس تقريبا فقد الذاكره او حاجه زي دي. في المجمل بنرجع بقى لبريري وكريم من جديد، وبنشوف ان كريم وبريري حاليا بعد ما دخلوا من الباب اللي شافوه ده ليوا نفسهم في نفق كده. فضلوا ماشيين في النفق ده لحد ما في النهايه ليوا نفسهم جوه بير، وفجاه البير ده بيتملي ميه والميه دي بترفعهم لحافه البير، بيقرروا ان هم يخرجوا منه. لما بيخرجوا بقى من البير ده بيلاقوا نفسهم جوه بيت، ولما بيبصوا حواليهم بيشوفوا صوره راجل وست كده. فبيتكلم كريم مع بريري وبيعرفها انه عارف الاثنين دول كويس جدا لانهم يبقوا مهندس ومعالجه روحيه، والمعالجه الروحيه دي على فكره بتتواصل مع الارواح، ودول على فكره كانوا اصحاب البيت الاوائل خالص، واللي كريم عرفهم اصلا من لما كان بيبحث عن البيت المهجور. وبالتالي بيعرف كريم حاليا النفق اللي ظهر ده دخلهم للبيت المهجور اللي كانت فيه ميشيل والشاب اللي انتحر، يعني ده هو المدخل السري اللي كانوا بيدخلوا منه الشباب للبيت ده. وطبعا يعني الكاميرات ما كانتش بتلقطهم لان زي ما قلت لك ده نفق سري. المهم بيفضلوا بقى كريم وبريري يلفوا في البيت، وبيلاحظ كريم ان البيت حاليا غير البيت اللي دخلوه، وكانه حرفيا دخل بيت تاني خالص لما دخل البيت ده من خلال الباب السري. وبيبدا بقى كريم وبريري يلفوا في البيت كده على امل انهم يفهموا اي حاجه، فبنسيبهم بقى وبنروح لهومر. بنشوف صديقي ان هومر بدا يحس كده ان هاب بيضحك عليه، وبالتالي بيروح لمكتب هاب وبيعرف من الورق اللي موجود في المكان اللي المفروض ريتشل اتنقلت له. وبالتالي دلوقتي بيعمل مكالمه للمكان ده او المستشفى دي، وبيعرف ان ريتشل ما راحتش لهناك اصلا، فبيعرف ان هاب بيكذب عليه وغالبا فعلا قتل ريتشل. بعدها بيدور هومر في مكتب هاب اكتر واكتر لحد ما بيلاقي درج سري. بيلاقي في الدرج ده على فكره شرايط منهم شريط كده مسجل لبير. بيسمع دلوقتي الشريط ده، وبيلاقي بير في الشريط ده بيتكلم عن البيت اللي فيه كريم وبريري حاليا، وبيقول بير دلوقتي ان البيت ده فيه شيء غريب لانه في بير كده، البير ده بينقلك لعالم اخر، ومفروض يعني ان البيت ده فيه احجيه معينه، ولما تحل الاحجيه دي يا اما هتخرج منه يا اما هتتحبس في عالم من العوالم اللي البيت هيوصلك ليها. ومفروض يعني ان المهندس والوسيطه الروحانيه اللي خدوا البيت ده او الناس هم اللي بنوا الاحجيه دي، لكن الاحجيه دي كانت سحريه لدرجه ان المهندس صاحب البيت نفسه تاه فيها ومحدش قدر ينقذه ولا حتى مراته. وبس بنسيب بقى هومر هنا وبنرجع من جديد لكريم وبريري، وبنشوف ان كريم وبريري اكتشفوا ان البيت ده فيه احجيه، والاحجيه دي تتحل من خلال انهم يرتبوا بلاط البيت بشكل معين، فبيعملوا كده فعلا وبينطلقوا بقى هما الاثنين في البيت يستكشفوا. في الوقت ده بقى بتدخل بريري لاوضه كده في البيت، فبتلاقي نفسها اتنقلت لمكان غريب وفي شجره غريبه في المكان هنا، فبتتسلق الشجره دي وفجاه بتلاقي بريري ان الشجره بتتواصل معاها، والشجره دي بتعرف بريري ان الشخص اللي هي خايفه انه يختفى واللي هو هاب هيعرف النهارده حاجه خطيره جدا هتساعده في تدمير بريري. وبيعرفها الصوت ده على فكره اللي بيكلمها انها لو مش عاوزه تخسر ضد هاب لازم تجمع عشيره معاها بحيث تساعدها. فبتوقف بريري على الكلام ده وهي مش عارفه هاب هيلاقي ايه بالظبط عليها. المهم يعني بنروح لكريم واللي بيفضل يلف في البيت لحد ما بيوصل لباب كده، فبيخرج من الباب ده بيلاقي نفسه في مكان غريب جدا، وبيلاقي المكان ده مليان ناس محبوسين في حفر كده، والناس دول بقى بيخرجوا بحيث يعني يهاجموه، لكن كريم بيقدر ان هو يبعد عنهم. بنعرف ان الناس دول هم غالبا الناس اللي فشلوا يحلوا احجيه البيت واتحبسوا فيه بعد كده، وغالبا كده ميشيل او باك بتاعت العالم ده اتحبست مع الناس دول. المهم يعني ان كريم بيرجع مره تانيه للبيت، وهنا بقى بيتفاجئ انه قدامه ست كده عجوزه
فبياخدها وبيفضل يدور على باب الخروج من البيت هنا لحد ما بيلاقيه فعلا. بعدها بياخد العجوزة دي وبيخرج، ولما بيخرجوا بيبص كريم في وش العجوزة فبيلاقيه يتغير ورجع شكلها شباب من جديد. وتكون العجوزة دي على فكرة هي في الحقيقة البنت اللي زمان ساعدت كريم أول ما كان بيبحث في اختفاء ميشيل لو تفتكر. بيعرف كريم في اللحظة دي إنها كانت عجوزة كده لأن البيت كان مسيطر عليها وهو اللي تسبب في كل ده. وبنسيب كريم زي ما هو وبنروح لهاب، بنشوف إن هاب حاليا كان مع الست اللي اسمها إلودي، وكان ناوي إن هو يخطف إلودي بحيث يعني يعمل عليها اختبارات كعادته. لكن صديقي هاب مش بيعرف يخطف إلودي لأن إلودي بتعرفه إنها عايزة توريله حاجة كده، فبينسى هاب حوار إنه يخطفها وبيقعد يشوفها. بيلاقي دلوقتي هاب إن إلودي بتجيب 5 مكعبات وبتحطهم على الأرض، والمكعبات دي بتتفتح وبيظهر منها إيدين ورجلين حديد، والمكعبات دي بقى بتبدأ ترقص أو تعمل نفس الحركات اللي بتتعمل لفتح نفق لعالم موازي. وفعلا الموضوع بينجح وهوب إلودي دي بتمشي من العالم ده وبتسيب بس جسمها واللي بيقع على الأرض دلوقتي وبتكون قطعة النفس. أما بقى هاب فبيفرح جدا بالمكعبات اللي سابتها إلودي دي لأن بالشكل ده ممكن بكل سهولة يسافر بين العوالم من غير ما يحتاج لأي حد. بنعرف على فكرة إن دي الحاجة اللي اكتشفها هاب واللي كان الصوت بيحذر بيلي منها لو تفتكر. المهم إن هاب مش بيلحق يفرح بالمكعبات اللي خدها دي لأنه فجأة بيسمع صوت الشرطة قدام البيت اللي هو فيه، ولسه ما نعرفش بقى هيعملوا معاه إيه. أما دلوقتي فبنرجع من جديد للعالم الأصلي. بنشوف صديقي إن باتي وستيف وإنجي وجيسي وباك وألفونسو بعد ما خلصوا جلستهم مع الروحانية اللي راحوا لها دي بيقرروا إن هما يروحوا لناس كده قرايب باتي بحيث يعني باتي تودعهم، وبعد كده هيبقوا يسفروا باتي بين الأبعاد زي ما اتفقوا. بس المشكلة بقى إن العربية بتاعتهم بتعطل منهم حاليا، فبالتالي بيوقفوا عربية كده وبيخلوا العربية دي توصلهم لعند كافيه وبيقعدوا بعد كده في الكافيه ده يرتاحوا شوية. وأثناء ما هما قاعدين في الكافيه بيقول جيسي للكل إنه بحث عن المكان اللي كانت بريري بتقول إنها اتخطفت فيه، وإن المكان ده على فكرة هو عبارة عن عيادة موجودة في مكان قريب ليهم. وبيقترح يعني جيسي عليهم إنهم يروحوا العيادة دي بحيث يتأكدوا هل فعلا بريري كانت مخطوفة وبيتعمل عليها تجارب الموت زي ما كانت بتحكي لهم في الموسم الأول ولا لأ. بس الكل حاليا بيرفضوا الفكرة دي وبيقرروا إنهم يستمروا زي ما هما كده بحيث يروحوا لقرايب بيتي يودعوها، بعد كده يسفروا بيتي نفسها لعالم موازي. واثناء بقى ما كانوا الكل على فكرة قاعدين في الكافيه بيلاقوا تلفزيون بيعلن إن في مجموعة مراهقين مختفيين وإن بيتي هي اللي خطفتهم لأن أم باك قلقت على باك جدا وفكرت يعني إن بيتي خطفتها، فبالتالي قدمت بلاغ. دلوقتي ده بيترعبوا الكل وعلى طول بيمشوا من الكافيه قبل ما حد يعني ياخد باله، وبيروحوا بعد كده لقرايب بيتي دول بحيث يعني يودعوهم. وبيكون قرايب بيتي هو شخص كبير في السن كده ومريض اسمه كارل وبنته إيميلي، بيقضوا عموما يعني معهم وقت لطيف. وفي النهاية بتاعت اليوم بيقرروا ان هم يناموا هنا بحيث تاني يوم على طول لما يصحوا يسفروا بيتي بقى البعد تاني زي ما اتفقوا. بس لما بتنام بيتي بقى بتحلم بأخوها اللي مات واللي اسمه سيو واللي عرفنا عنه برضو في الموسم الاول لو تفتكر، وبيقول لها سيو حاليا انه محتاج مساعدة. بعدها بيظهر جيسي قدام بيتي وبيقول لها ان هو كمان عاوز مساعدتها، وهنا بقى بتصحى بيتي من النوم وبتروح تطمن على جيسي، فبتلاقي ان جيسي واخد جرعة كبيرة من المخدرات وميت بسببها. طبعا بتتصدم بيتي وعطول بتبدا هي وباك يعملوا الحركات اللي بريري عملتها ليهم بحيث يعني يرجعوا جيسي من الموت، لكنهم بيفشلوا. بتيجي حاليا قريبه بيتي اللي اسمها ايميلي وبتلاقي جيسي ميت، فبتقرر ان هي تبلغ الشرطه. وما بيكونش من الكل حل دلوقتي الا انهم بياخدوا بعضهم وبيهربوا وبيسيبوا جثه جيسي. لكنهم لما بيمشوا شويه مش بيقدر ستيف ان هو يعني يسيب جيسي كده، فبيسيب ستيف الكل وبيرجع لعند بيت ايميلي وبيشوف هناك الشرطه وهم بياخدوا جثه جيسي، لكنه مش بيفرق معاه كل ده وبيفضل يعمل حركات بحيث يعني يرجع جيسي للحياه، لكنه مش بيوصل لاي حاجه. اما بقى الفونسو وبيتي وانجي وباك بيروحوا الفندق كده يقعدوا فيه، وبعد شويه بيوصل عندهم دكتور الياس، وده الدكتور اللي كان بيعالج بريري في الموسم الاول ومفروض يعني انه تبع القوات الفيدراليه. المهم بقى ان حاليا الياس بيعرفهم انه جه بطلب من الفونسو عشان الفونسو كان طلب مساعدته، وبيسالهم دلوقتي الياس عاوزين مني ايه. فبيعرفوا الكل انهم عاوزينه يطلعهم من مشكله جيسي دي، وكمان عاوزينه يعني يطلع بيتي من قضيه خطفهم. لكن الياس صديقي بيعرفهم ان كل الكلام ده ملوش لازمه، وبيعرفهم انه هيساعدهم يعني يوصلوا لبريري. في الوقت ده الكل بيستغربوا وبيسالوا الياس ليه هيساعدهم، فبيعرفهم الياس انه كان مبعوث للعالم هنا بحيث بس يحمي بريري. وحاليا بقى جه وقت دوره، ولسه ما نعرفش الصراحة الياس قصده ايه بالكلام ده، بس كالعادة هنفهم كل حاجة قدام. في المجمل بنرجع من جديد للعالم التاني وبنشوف يا صديقي ان بريري بعد اللي شافته في البيت فجأة صحيت من النوم فلقيت نفسها وسط حديقة كده بره البيت. فبناء عليه راحت بريري لمغسل تغسل وشها وتشوف هتعمل ايه، بس وهي بتغسل وشها بتبدأ تفتكر ذكريات من حياة بريري بتاعت العالم التاني اللي هي اصلا حاليا في جسمها. بتفتكر بقى في الذكريات دي ميدالية معينة، فمش بتحط بريري الموضوع قوي في دماغها، وبتاخد بعضها وبتروح لعند بيتها، فبتلاقي الشرطة في كل مكان حرفيا.
فبالتالي بتبعد عن البيت دلوقتي، وهنا بقى بتقابل السواق بتاعها اللي بياخدها وبيدخلها للبيت من مكان سر. ولما تدخل بقى بريري للبيت بتلاقي ان البيت كله متبهدل خالص وكأن في حد بيدور على حاجة هنا، وبتعرف بريري دلوقتي ان الحد ده اكيد هو بيير. بس المهم يعني ان بريري بقى بتفضل تشوف هو كان بيدور على ايه بالظبط، لحد ما بتلاقي الميدالية اللي شافتها في تخيلاتها. فبتمسك الميدالية دي وبتفتحها بتلاقي فيها فلاشة، بتعرف على طول بريري ان بريري بتاعت العالم ده كانت مخبية سر على الفلاشة، واكيد كان بريري عاوز يوصل للفلاشة دي. فعطول بتاخد هي الفلاشة دي وبتقرر تروح لكريم. على ذكر كريم بقى، فبنشوف ان كريم بعد ما خرج من البيت هو والبنت اللي قابلها هناك واللي اسمها سوزاكي بالمناسبة، خد كريم بعضه ومعاه قوة من الشرطة وراح للبيت، لان لو تفتكر كريم شاف في البيت ناس مدفونين تحت الارض وكان جاي عشان ينقذهم، يعني على امل ان ميشيل بيدور عليها تبقى منهم، لكنه مش بيلاقي اي حاجة حاليا وكان البيت اتغير، وده بيكون هيجنن كريم. لكنه بيهدى وبيروح المستشفى اللي فيها سوزاكي يطمن عليها. وفي الوقت ده بتيجي دكتورة لكريم وسوزاكي وبتعرفهم ان جسمهم فيه غاز سام اسمه كبريتيد الزئبق، والغاز ده المفروض يعني انه بيتسبب ان الشخص يشوف اوهام وحاجات مش حقيقية. فبيعرفوا الاتنين كده ان الغاز ده اكيد انتشر في البيت وهو اللي سبب الهلاوس اللي فضلوا يشوفوها. وبتعرف دلوقتي سوزاكي كريم ان البير السحري اللي في البيت ده هو يعتبر نقطة لقاء بين الابعاد المختلفة، واكيد الغاز اللي هم شموه كان بيخرج من البير ده. بس كريم مش بيكون مقتنع بالكلام ده، وبيكون شايف ان اكيد بير هو اللي بيعمل كل ده عشان يوهم اي حد يدخل البيت زي ما بيعمل في الشباب اللي اختفوا او اتجننوا زي ميشيل لما دخلت البيت. المهم يعني ان حاليا بيسيب كريم سوزاكي وبيمشي وبيروح لبيته. فبتجيله هناك بريري وبتعرفه على موضوع الفلاشة اللي لقيتها، وبتشغل دلوقتي الفلاشة دي وبتقعد هي وكريم يشوفوها. فبيلاقوا على الفلاشة دي فيديو بتظهر فيه الدكتورة مارلو وهي بتقول لبريري بتاعت العالم ده انها تضطر تسيب شغلها في تحليل الاحلام، انها اكتشفت ان الاحلام دي بتودي لبيت سحري وبيحصل في البيت ده مصايب هي مش قدها. وبس لما خلصت مارلو كلامها ظهر فيديو لميشيل او باك بتاعت العالم ده لما دخلت للبيت وفجاه اتكهربت كده وفضلت تتشنج ووقعت مغمى عليها او ميته. وبس بيخلص الفيديو على كده. وفي الوقت ده بيتجنن كريم وبيقول لبريري انها هي وبير اللي عملوا كده في ميشيل، واكيد يعني في شباب غيرهم كتير. لكن بريري بتعرفه انها ما تعرفش حاجه خالص، لانها جايه من عالم تاني وسكنت في جسم بريري دي وما تعرفش اي حاجه عن الماضي بتاعها. طبعا كريم مش بيصدق الكلمتين دول، فبتسيبه بريري وبتمشي وهي محبطه. بعدها بتروح بقى بريري لكازينو كده بتاع فيكتور، وهناك بقى بتقابل الودي بالصدفه البحته. الودي بقى يا سيدي عرفت بريري انها مسافره بين العوالم والابعاد، وعرفتها كمان انها جايه توصل لها رساله. الرساله دي باختصار ان الشيء اللي عاوز يحاربها ويدمرها زي ما سمعت عند الشجره هو في الحقيقه شيء او كائن غير هاب، والمفاجاه بقى ان هاب ده يبقى داعم لبريري ولازم يعني ترتبط بيه باي شكل كان لانه هيساعدها في حربها. وبتعرفها بقى لودي كمان ان هاب مقرب ليها مش زي ما هي فاكره، وان القدر جمعهم في عوالم كتير جدا، وبالتالي عشان كده كل عالم تروحه بتلاقي نفسها مرتبطه بيه بشكل ما. وبتعرفوا لودي كمان انها لازم تفتكر كل ذكريات نسختها بتاعت العالم ده وتندمج معاها بحيث تكون قوية جدا. بعد كده تروح تقابل دكتور هاب، بتوافق بريري على كلامها وبترجع بريري لبيتها وبتنزل في المانيو وهو مليان مية. وفي اللحظة بتفضل تفتكر ذكريات بريري بتاعت العالم ده وبتندمج معاها فعلا. بعد كده بتمشي بحيث تروح تقابل هاب. على ذكر هاب بقى، فبنشوف ان هاب بيروح يقابل هومر وبيسأل هومر دلوقتي هو عمل ايه مع سكوت لما سأله عن تجربة قربه للموت. فبيعرفه هومر انه سجل لقائه بسكوت، وبيسمع دلوقتي هومر هاب اللقاء ده واللي بيتكلم في سكوت وبيقول انه لما مات ورجع الحياة شاف زي رؤية كده، وفي الرؤية دي شاف هاب وهو بيحمي بريري من حاجة وكأنهم مقربين لبعض. في الوقت ده بيعرف هاب ان قدره مرتبط ببريري وان لودي قابلته بحيث يعني تديله مكعبات اللي هتساعده هو وبريري في التنقل بين العوالم. ولسه هاب الصراحة ما بيكونش فاهم قوي هو وبريري هيتقابلوا ازاي اصلا، ولكن دلوقتي بيسأل هومر هاب عن ريتشل وليه يعني مش في المستشفى. فبيقول هاب ان ريتشل ماتت وانها قتلت نفسها، وعشان كده يعني هو فايك الموضوع عشان ما تحصل لهمش المشاكل. وبيسيب دلوقتي هومر، وبيكون هومر طبعا مش مصدق اي كلام من اللي هو قاله وعارف ان هو اللي قتل ريتشل. في المجمل يعني بعد فتره من كل ده بنشوف ان هاب بيروح يقعد مع اسكوت وبيقول له انه عاوز منه خدمه، وفي المقابل هيخرجه من المستشفى دي. والخدمه دي باختصار ان سكوت يدخل للبيت، فبيوافق سكوت بحيث يعني يخرج من هنا. وفعلا بيدخل سكوت للبيت، لكن بيحصل فيه نفس اللي حصل مع ميشيل وبيفضل يتشنج وبيقع ميت. ولما بيموت بقى بنشوف ان بيخرج من ودنه حاجه كده شكلها غريب، الحاجه دي بتكون زي ورده، فبياخد هاب من الورده دي وبياكلها. وفجاه بيبدا يسمع نفسه وهو بيتكلم مع بريري وبينقذها زي ما سكوت قال انه شاف في رؤيته. وهنا بيتاكد هاب من كلام سكوت، وبنعرف ان هاب بعت سكوت للبيت بحيث يعني سكوت يموت وتخرج الحاجه اللي خرجت من ودنه دي فياكلها ويسمع اللي بيسمعه هو التاني بحيث يتاكد من روايه سكوت.
بعد شويه من كل ده بنشوف ان بريري بتوصل للمستشفى اللي فيها هاب وبتدخل دلوقتي عشان تقابله، لكننا مش بنشوف حاليا حصل ايه عشان بنروح لكريم. بنشوف ان كريم بياخد بعضه وبيروح لدكتوره مارلو بحيث يسالها اكتر عن فيديو ميشيل اللي وصل له ده، لكنه لما بيوصل لمارلو بيلاقيها مقتوله. بيعرف كريم دلوقتي ان بير قتل مارلو بحيث اسراره وموضوع ميشيل ما يتفتحوش. بيسيب دلوقتي كريم المكان وبيروح لصديقته مو لو تفتكرها وبيديها الفيديوهات اللي معاه حاليا عشان يعني تحتفظ بيها لو حصل له اي حاجه. بعد كده بيروح كريم على بيت بير وبيقابل هناك بير واللي اخيرا بنشوفه لاول مره. بيفضل كريم بقى يتهم بير انه قتل ميشيل وبيقتل الشباب اللي بيدخلوا البيت، لكن بير بيقول له ان كلامه كله غلط. وبياخد بير دلوقتي كريم لاوضه كده في البيت، وبتكون في الاوضه دي السيده فوق جده ميشيل اللي عينت كريم اصلا يدور على ميشيل، وبيكون معاها كمان ميشيل نفسها، لكنها بتكون في غيبوبه لان اي حد بيمر بالتجربه اللي مرت بيها هي في البيت بيحصل له زي غيبوبه. وبيعرف كريم دلوقتي هنا ان بير ملوش دعوه باللي بيحصل في البيت، واللي بيحصل ده بيحصل بشكل سحري، وان بير لما لقي الدنيا هتتقلب عليه جاب السيده فوق بحيث تكون جنب حفيدتها بدون اي مشاكل. في الوقت ده بقى بيحس كريم انه شبه حل القضيه خلاص، فيعني بيقرر يسيب المكان ويمشي. بس قبل ما يمشي بيوقفه بير وبيعرفه بير حاجه غريبه جدا، والحاجه دي ان الستات اللي كان بير بيجيبهم هنا بحيث يعني يحلموا ويحلل احلامهم كانوا دايما بيحلموا بالبيت، وكمان كانوا بيحلموا بوش كريم لسبب بير نفسه ما يعرفوش. ولكن بير بيعرف كريم دلوقتي ان معناه الكلام ده كله ان البيت بيستدعيه، فبيتصدم طبعا كريم جدا ومبيكونش عارف يقول ايه ولا يعمل ايه. وعلى فكره هنرجع لكريم تاني، ولكن دلوقتي بنروح مره تانية لبريري. بنشوف حاليا ان بريري بتكون في المستشفى وبيجي هومر بحيث يعني ياخدها لعندها. بيتكلم هومر دلوقتي مع بريري وبيلاحظ انها متغيره، وبيعرف بكده ان اللي بتكلمه دي بريري بتاعت العالم ده مش العالم الاصلي. وطبعا على فكره بتكون بريري قادره ان هي تتكلم بصيغه بريري بتاعت العالم ده لانها اندمجت معاها زي ما شفنا. المهم ان حاليا بقى بريري وهومر بيوصلوا بالاسانسير لمكان كده في المبنى، وبتسيب بريري هومر في الاسانسير وبتخرج، لكنها بتشوف ان الكهرباء بتقطع في المكان كله، وبالتالي بيتحبس هومر جوه الاسانسير. لما بيتحبس بيبدا بقى يفتكر ذكرياته لما كان محبوس عند هاب في العالم الاصلي، واخيرا بيعرف هومر كل اللي مر بيه وبترجع له الذاكره. وبالتالي بنعرف بكده ان روح هومر من العالم الاصلي اندمجت بجد معاه في العالم ده، لكنها تقدر تقول كده شبه مختفيه او مغيبه. المهم دلوقتي بيحاول هومر يخرج من الاسانسير بحيث يروح لبريري، اما بريري فبتكون حاليا مع هاب وبتفضل تتكلم معاه باسلوب بريري بتاعت العالم ده. بتقول انها كانت بتمول المستشفى بتاعته وبتدفع فلوس في البيت اللي اشترته عشان تجاربه، وبتساله بقى هو وصل يعني لايه بعد كل اللي عملته له. فبيعرفها هاب حاليا انه اكتشف ان البيت هو عباره عن بوابه بتاخد الواحد لاي عالم، لكن هاب كان عنده مشكله واحده وهي انه مش قادر يرسم خريطه للعوالم الموازيه او للابعاد الموازيه، لكنه بعد فتره قدر ان هو يرسم الخريطه دي ويحدد يروح لكل عالم هو عاوزه ازاي. بعد كده بياخد هاب بريري لغرفته السريه اللي محدش بيدخلها ابدا، وبتلاقي بريري ان الغرفه دي هاب عامل فيها زي حوض زرع كده، وبيكون زرع فيه ناس ماتوا جوه البيت، والناس دول بيطلع من ودنهم زرع وحاجات كده شكلها مرعب. وبيعرفها هاب دلوقتي ان الزرع اللي خارج من ودنهم ده لما بياكلوه وبيعملوا الحركات دي بيتنقلوا لعالم محدد، وده العالم اللي بيكون اتنقل له الشخص ده قبل ما يموت. وعشان كده اصلا هاب خلى بير يصنع اللعبه اللي بتاخد الكل للبيت بحيث يموتوا هناك ويروحوا لعوالم مختفيه ويقدر يزرعهم بالشكل ده ويعرف اكتر عن العوالم المختلفه اللي هم راحوا لها. في الوقت ده بقى بتفضل بيري تلف في حوض الزرع ده وهي مرعوبه، وبتلاقي ناس كتير ميتين ومزروعين هنا زي مثلا ستيف وجيسي والفونسو بتوع العالم ده يعني، واللي في العالم ده راحوا للبيت وماتوا جواه فجابهم يعني هاب وحطهم هنا. المهم ان هاب عرف بيري كمان انه كان بيدور بكل الطرق على عالم هم فيه بيحبوا بعض عشان يعني يبطلوا يحاربوا بعض، وليه على فكره العالم ده اخيرا لان سكوت زاره من فتره وبياخدها حاليا دلوقتي لزرعه كده طالعه من ودن سكوت. وبيعرف بريري انهم هيسافروا العالم ده وهيعيشوا سوا فيه بدون اي صراع، وبيسيبها بقى هاب وبيمشي. فبتخرج بريري ورا فبتلاقي المكعبات في وشها، وبتبدا المكعبات دي تخرج منها اجزاء ميكانيكيه وتعمل حركات بحيث يعني يسافروا للعالم اللي اختاروه هاب. وفعلا بتبدا الاجزاء دي تتحرك، وفجأة بيجي هومر وسط كل ده وبيعرف هاب انه افتكر كل حاجة وانه هيقتله دلوقتي، وبيفضل دلوقتي يضرب في هاب، لكن هاب بيضربه طلقة وبيبدأ هومر يقع ويحتضر. في الوقت ده بتقول بريري لهومر انه هيسافر معاها لعالم تاني وهيبقى في جسم جديد، ولازم في العالم ده يفتكرها عشان خاطر يقضوا حياتهم سوا. بعد كده بقى بتبدأ بريري تطير في الجو. وفي الوقت ده بقى يا صديقي بنشوف ان كريم بيفضل يسمع صوت بيطلب منه يروح للبيت، فبيروح للبيت فعلا وبيقدر يحل الأحجية اللي فيه لحد ما بيوصل عند شباك كده، فبيفتحه بيلاقي بريري قدامه طايرة. وفجأة بتيجي دلوقتي حمامة وبتدخل جوه جسمها، والعلم الحمامة اللي دخلت جوه جسمها دي معناها ان بريري كسبت قدرات جديدة، انها اخر مرة لما دخل جوه جسمها فراشة في الموسم الاول قدرت ترجع بصرها، وحاليا بقى اكتسبت قدرة جديدة
زي انها تقدر تتنقل من اي عالم لعالم براحتها وتقدر تحدد العالم ده كمان. مهم بقى ان كريم فجأة بيلاقي بريري بتقع وبيلاقي العالم من حواليه اتغير تماما وبيلاقي نفسه واقف في لوكيشن تصوير كده وكانت بريري طايرة عشان يعني بتمثل لكنها وقعت بالغلط في التصوير. والعلم هو كده كريم بيشوف العالم اللي بريري وهاب اتنقلوا له واللي بيحبوا بعض فيه واللي بريري بتشتغل فيه على فكرة كممثلة وكانت دلوقتي بتمثل في اللحظة اللي بريري بتاعت العالم الأصلي اتنقلت جوه جسمها وده سبب إنها وقعت وهي بتمثل. وحاليا بقى بنشوف هاب برضو موجود في المكان ده وبيكون هاب هنا لأنه أصلا جوز بريري في العالم ده. والعلم هاب بتاع العالم الأصلي اتنقل لجسم هاب الشخص اللي قدامنا ده حاليا وبالتالي هو حاليا عمل اللي هو عاوزه هيفضل معاها في العالم اللي هم فيه ده واللي هاب فيه متجوز بريري وبيحبوا بعض وبالتالي هيفضلوا سوا للأبد. وحاليا بقى بياخد هاب بريري في عربية الإسعاف عشان يوديها تتعالج لكن فجأة بنلاقي إن ستيف بتاع العالم ده بيجري ورا العربية وبيقدر يدخلها وبيبص ستيف بتاع العالم ده لهاب وبيقول له إنه عارفه ومش هيسيبه. وبنعرف بقى صديقي إن كده في حاجة من اتنين، يا إما ده ستيف بتاع العالم الأصلي واتنقل العالم ده في جسم ستيف بتاع العالم ده، يا إما ده هومر بتاع العالم الأصلي واتنقل جوه جسم ستيف بتاع العالم ده عشان يحمي بريري. وطبعا بنعرف إن كده حياة هاب مش هتكون سعيدة زي ما هو فاكر في العالم ده، وسواء اللي قدامه ده هو ستيف ولا هومر فهو أكيد هياخد حق بريري منه. وبنعرف برضو يا صديقي إن في اللحظة دي غالبا ستيف هو الشخص اللي بيكون معاها في أي عالم وبيحميها زي ما الملك قال بريري قبل كده. وآخر حاجة بقى بنشوفها إن كريم بيكون لسه في البيت وباصص على العالم اللي شاف فيه بريري بعد ما اتنقلت له، فبيلاقي كريم قدامه نسخة كده من نسخ ميشيل بيفضل كريم ينده عليها فبتروح له ميشيل دي، لكن قبل ما توصل له فجأة بيحس كريم بهوا غريب وهوب كل حاجة قدام كريم بتختفي وبتتنقل للبيت عادي خالص. وفي اللحظة دي بنشوف إن ميشيل أو باك بتاعت العالم التاني بتفوق من غيبوبتها وبنعرف إنها فات من غيبوبتها خلاص لأن كريم قدر يلاقي روحها في العالم اللي راح له وأنقذها لما نده عليها زي ما شفنا. وبنعرف برضو إن البيت بينده كريم وبيدعوه ليه عشان ينقذ كل الشباب اللي دخلوا جواه وروحهم ضاعت زي ميشيل. وبس يا سيدي مع النقطة دي بينتهي الموسم التاني وإلى حد ما بينتهي الموسم برضو لأن في الغالب مش هينزل موسم تاني، ولكن عامة لو نزل موسم تاني هنلخصه أول بأول، ولكن تقريبا كده المسلسل خلص على هنا. وأنا عارف إن المسلسل كان معقد بشكل مش طبيعي وممكن ناس كتير ما تكونش فهمته، ولكن يعني لو فهمته اكتب لي رأيك في الكومنتات وتنساش اللايك والشير والكومنت وبس كده. سلام.